باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر.